بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم لكم الحديث عن أول أسباب سقوط العقوبة، ألا وهو التوبة، لفضيلة الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي، والذي تم تسجيله يوم الأحد الموافق 7 ربيع الأول من العام 12 بعد 400,000 من الهجرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فكما تعلمون وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين، أن ما زلنا في موضوع التوبة، ولا سيما في مبحث هل التوبة تكون عامة أم خاصة، والكافر إذا أسلم فهل يغفر الله تبارك وتعالى له كل ما عمل من الذنوب، وتكون توبته من الكفر مكفرة لذنوبه جميعها، أم أن توبته من الكفر تقبل ويظل مؤاخذا ومطالبا لبقية الذنوب إلا أن يتوب منها. هذه هي المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ونعرض لها بإذن الله تعالى، ثم ننتقل إلى ما وعدناكم به من أسرار التوبة ولطائفها، أو الأسرار اللطيفة فيها، كما عرض لها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فأما موضوع التوبة، توبة الكافر، فكنا قد شرعنا في ذكرها من خلال الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا أحد الحديث في هذا الباب. والحديث الآخر، وهي كثيرة لكن أهمها هذان الحديثان، حديث عمرو بن العاص في قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه، وهي في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كانت له المواقف كما تعلمون، والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فلما جاء ليسلم اشترط أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه عما سبق منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، أو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فهذا دليل على أن الإسلام يجب أن يقطع ويهدم، يعني يبطل ويلغي كل ما كان قبله من الأعمال الطالحة من الكفر وغيره، كل ما كان قبله، وكذلك هذا الحديث. لكن هل هذا على إطلاقه؟ كما سألناكم في الأسبوع الماضي، هل على إطلاقه إذا كان نصرانيا أو يهوديا أو مشركا أيا كان ثم أسلم أي إسلام، لكنه خرج من حظيرة الكفر ودائرته ودخل في دائرة الإسلام وأصبح من أهل هذا الدين ومن أهل القبلة، فهل هذا يكون مكفرا له عن كل خطيئاته، ويستأنف ويبتدأ في حقه صفحة جديدة تكتب له فيها الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، كما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، أم أن ذلك خاص بالكفر، أو أن ذلك مشروط بشرط معين؟ هذا الذي هذا هو موضع السؤال. ولا بأس أن نقرأ بعض كلام
الإمام بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قال قوله إذا أسلم. أولا ذكر الإمام بن حجر رحمه الله أن الحديث وإن كان الإمام البخاري قال مالك فإن الحديث موصول في روايات أخرى ووصله أيضا بعض الأئمة، هذه قضية، فالحديث متصل ولا شك في اتصاله وفي صحته، يعني ليس معلقا. نعم 98-99. قال قوله إذا أسلم العبد، هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، معلوم هذا، يعني إذا أسلم العبد رجلا كان أو امرأة. قال فحسن إسلامه، هنا قيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. قال رحمه الله أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي. يقول يقصد حديث جبريل الذي رواه الإمام البخاري بعد إذن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون في صحيح مسلم أتم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فيقول ابن حجر رحمه الله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إسلامه، هذا قيد إذن، أي ليس أي إسلام كافيا في أن يجب ما قبله وأن يهدمه، وإنما الإسلام الحسن وحسن ما دام أحالنا إلى ما جاء في حديث جبريل، فإذا الإحسان هنالك بما فسره له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا أعلى الدرجات وأعلى المنازل وأعلى مراتب الدين. فالإسلام كما تعلمون مرتبة، ثم الإيمان، ثم الإحسان وهو المرتبة العليا. فإذا هذا الحديث خاص على ظاهر هذا اللفظ، وكما ذكر الحافظ رحمه الله بمن أسلم فحسن إسلامه، يعني آمن إيمانا كاملا بالتزام وانقياد ظاهر وباطن، بأن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به يفعله، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فإنه يتوب منه، من الكبائر ومن الشرك الذي هو أكبرها وأول ما يتوب منه العبد. هذا إذن دخل في الإيمان ودخل في الإسلام بهذه الصفة، وليس مجرد أنه شهد أن لا إله إلا الله وخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، ولكنه لم يتم من الزنا أو الخمر أو السرقة، هذا حال وهذا حال آخر. فلا يقال عن ذاك الذي أصر على الكبائر التي كان يعملها حال كفره، لا يقال عنه إنه حسن إسلامه، يقال أسلم لكن لا يقال حسن إسلامه إلا فيمن اجتنب تلك الكبائر والمحرمات، ثم بعد ذلك قد يقع فيها، نعم، لكنه تكتب له صفحة جديدة، تستأنف له صفحة جديدة. ثم قال يكفر الله تعالى عنه، قوله يكفر الله تعالى عنه لماذا مرفوعة؟ لماذا قال يكفر؟ مضارع أيوة، إيش هو جواب شرط ولا لا؟ طيب جواب الشرط ما يكون مجزوما، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه، لأن إذا، نعم، إذا أداة شرط غير جازم، نعم. وظاهر الكلام كان يقتضي أن يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كفر الله عنه، يعني لأنه إذا كان الشرط ماضيا يكون الجواب ماضيا، لكن عدل عن الجواب بالماضي إلى المضارع لحكمة، هذا أبلغ. لماذا؟ لأن الكتابة متى تكون أو التكفير متى يكون؟ أيوة في المستقبل، نعم. فهنا راعى زمن التكفير ولم يراعي مساواته أو مماثلته بماذا؟ بالشرط. إذا أسلم يكفر الله عنه، يعني في المستقبل فيما بعد إسلامه. كان أزلفها أو كان زلفها، ما معنى زلفها أو أزلفها؟
أي يعني قدمها، معنى قدمها، ويعني قريب من ذلك أن تقول فعلها أو ارتكبها، لكن المقصود في الحقيقة هو ماذا؟ هو قدمها أو جمعها كسبها، لا بأس شيء من ذلك. طيب، عندنا أمر آخر، المؤاخذة في الدنيا هل تسقط بالإسلام ولا لا؟ عندنا المؤاخذة في الآخرة والمؤاخذة في الدنيا. فرجل زنى في كفره، شرب الخمر حال كفره، ثم أسلم، هل نقيم عليه حد الزنا أو الخمر؟ ما رأيكم؟ ما يقام؟ لماذا؟ ما ثبت هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من أسلم في عهده صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يأتون هذه الكبائر ما أقام الحد على أحد منهم، لكن بعد أن يسلم إن فعل نعم يقام عليه الحد بعد إذن. فالكلام إذن بالنسبة لعقوبة الدنيا تسقط، المؤاخذة في الدنيا لا يؤاخذ، وإنما يظل الخلاف في حدود المؤاخذة في ماذا؟ في الآخرة، نعم في عقوبة الآخرة. ثم ذكر بعض الأقوال في ذلك، يعني مثلا قال المازيري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال. يعني إذن قالوا الكافر لا يكتب له حسنة، هذا الكلام إذن في حسنات الكافر. واستضعف ذلك النووي فقال: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. ثواب ذلك يعني إيش؟ الطاعات في حال كفره. أيوة. وأما دعوى أنه مخالف للقواعد قال: فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. انتهى. يقول الحافظ رحمه الله: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، يعني يقول أن الحديث تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض لأن يقبل أو لا يقبل. فكونه يكتب، كون المسلم يكتب له العمل الصالح في حال إسلامه، لا يلزم من ذلك أن يكتب له ذلك العمل قبل إسلامه. قال: ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه، فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا. وهذا قوي، يعني ما دام يعمل هو كافر ويعمل بعض القربات مثل الصدقة، صلة الرحم، إطعام اليتامى إلى آخر ذلك، فيعلق قبول هذا العمل أو كتابة هذا العمل تعلق بإسلامه، فإن أسلم كتب له أول عمله ويعني قبل إسلامه وبعده، وإن لم يسلم لم ينفعه ذلك. يقول احتمل، يقول هذا قوي، وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن منير من متأخري. قال ابن منير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره. يقول المخالف للقواعد المعلومة من الشرع أن يكتب له ذلك في حال كفره. طبعا لما نقول القواعد المقصود بها ماذا؟ يعني ما استنبط من مجموع الأدلة، هذا المقصود عندما يعقل، يعني هذا معروف، يعني ليست قواعد وضعها بشر أو أهواء بشر، لكن عندما يذكر العلماء القواعد الشرعية يقصدون بذلك ما استنبط من مجموع أدلة كثيرة صحيحة. فمن مجموع الأدلة الكثيرة نعلم أن الكافر كما ذكر الله تبارك وتعالى مثلا من هذه الأدلة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل منهم أي عمل عملوه. وما في أحاديث أخرى أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سألت عن ابن جدعان قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي
يوم الدين وغير ذلك. إذن الكافر لا يتقبل منه. هذا نعم هذه قاعدة عامة معلومة عند جميع المسلمين والعلماء أن الكافر لا تصح منه العبادات ولا تكتب له ولا تقبل. كما تجدون إذا ذكر الشروط الصلاة بعض العلماء يقول الإسلام أول شرط جعله إيش؟ الإسلام والحج والزكاة. بعضهم لا يذكرها لأنها بدهية يعني لا ليس لأنه ما يحتاج لأنه عندما يتكلم عن من يصلي أو يصوم يعني من المسلمين. وبعضهم يذكرها لأن الإسلام شرط في قبول أي عمل من الأعمال. إذا معنى القواعد عندما ترد كلمة القواعد في كلام العلماء والفقهاء فالمقصود بها هذه أي ما جمع ما أخذ من مجموع أدلة كلية متضافرة متواترة بحيث يعني يصبح ذلك معلوما لمن لأهل الشأن. قال المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره أن يقول أحد إن الكافر تكتب له الحسنات في حال كفره. قال وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل. يقول إيش المانع؟ أنه بعد أن أسلم فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه فيكتب له أعماله السابقة مما كان يعملها من خير في حال كفره كما أنه يتفضل على العامل من ابتداء من غير عمل وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. أن العبد المؤمن إذا مرض أو سافر كتب الله تبارك وتعالى أجر عمله كما لو كان صحيحا مقيما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فيقول هذا فضل فكذلك يكتب الله له الأجر كما لو كان قد أسلم من قبل. وقال ابن بطال لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. أقول لك القضية قضية إيش؟ فضل لا اعتراض لأحد. كيف يعطى الكافر كيف يكتب له ما كان قد عمل وهو كافر؟ نقول لله أن يتفضل على من يشاء من عباده ولا اعتراض لأحد في ذلك. قال واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح. ما الذي جاء في القرآن في هذا الشأن؟ لا أولئك يبدل الله سيئات حسنات تدل لكن ليست المقصودة بإيتاء الأجر مرتين. هاي شباب أيوة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. من هم؟ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. هذا في سورة إيش؟ ها لا ليست العنكبوت ولا سبا قصص. نعم أولئك يؤتون أجرهم مرتين وفسرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وبنبيه ثم آمن بي. فقبل أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بنبي الذي من قبل كان قبل إسلامه كان كافرا طبعا. فلما أسلم لما آمن بلغته الدعوة أو كان ما يزال مترددا ثم تأمل في آيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته شيئا فشيئا فوقع الحق لديه وقر في قلبه الإيمان فآمن. فهذا يؤتى أجره مرتين. يقول وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح. يعني لو أنه مات ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مات على ماذا؟ على الكفر كما فعل أمية ابن الصلت مثلا وأمثال ما أعلنوها ما آمنوا ما أذعنوا فهؤلاء لا ينفعهم. لكن لو أن أمية كمثال لأنه واضح عند الجميع لو أن أمية آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان من قبل مؤمنا برسالة عيسى صلوات الله وسلامه عليه لكتب الله له أجره مرتين. آية الفرقان التي ذكرها الأخ نعم تصلح أيضا تؤيد هذا الكلام لأن الله سبحانه وتعالى
ماذا جاء في أول الآيات؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إذن هذا أول شيء، كانوا موحدين غير مشركين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذا كما أشرنا انتظمت الآية أنواع الذنوب الثلاثة التي تدل على كل ما عداها من الذنوب. دعوة غير الله سبحانه وتعالى تدل على الشرك بجميع أنواعه، لأن أساس الشرك هو دعاء غير الله، الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله فأشرك. هذا أول شيء. ها؟ والثاني ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، القوة الغضبية التي منها يتكون الشرور، يكون الظلم، يكون البغي، يكون العدوان. غاية العدوان ومنتهى الظلم أن يصل بك الأمر إلى قتل ذلك المظلوم أو النفس البريئة، حفظنا الله وإياكم. والثالث الزنا، غاية القوة الشهوانية التي تدفع إلى المعاصي. نعم. إذن الشرك داخل. فماذا قال بعد ذلك؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآية، ظاهر الآية يشمل كل أولئك، يعني حتى من تاب وهو مشرك فإن الله يبدل سيئاته التي كانت عليه في حال الشرك حسنات، كما أن من قتل أو زنى وغير ذلك وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته تلك حسنات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونجد أيها الإخوان لو تأملتم أن ما في الآية يتسق مع ما في الحديث، لأن الآية تقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، والحديث يقول إيش؟ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. إذن يتسق المعنى، إذن الدلالة واحدة، وليس أي إسلام ولا أي إيمان، ولكنه إيمان خاص بأن يحسن وأن يكون حقيقيا وأن يكون مقترنا به العمل الصالح الذي هو جزء من أجزاء الإيمان المطلوب شرعا. يقول فدل قال وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من العمل، بل يكون هباء منثورا كما ذكر الله تعالى في هذه الآية التي سبق إرادها. قال فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني. فهذا يا أخوان فيه باب عظيم من أبواب الترغيب، يعني نحن كلنا إن شاء الله دعاة إلى الله، نحتاج إلى مثل هذه المعاني لنرغب أولئك الذين فيهم خير، فيهم صلاح، فيهم صلة رحم، فيهم كذا، لكن غير مسلمين، يعني بعضهم أعمال صالحة، لا شك أنهم يأتون بأعمال صالحة وفي نفوسهم شيء من الخير، لكن ربما ما بلغتهم الدعوة، ربما ما عرفوها، ما فقهوها، أو بلغهم الإسلام المشوه الذي كما ترون الآن تبثه وتعرضه وسائل الإعلام. يعني الإنسان في الغرب كمثال الآن في أوروبا وأمريكا وغيرها، من أين يعرف الإسلام؟ من طريق، الطريق الأول من واقع المسلمين وحالهم، ينظر إلى حالهم ويقول هذا دينهم وهؤلاء أهله، وهذا لا غبار عليه، يعني نحن لا ننكر عليه في حقيقة الأمر. الإنكار على من؟ على من يدعي الإسلام ويخالفه. لكن نحن الآن لو نلزم الشيوعيين بواقع الشيوعيين، يعني نلزم مذهب الشيوعي بواقع الشيوعيين، أو نلزم النصارى بواقعهم الحالي، نعم نقول ذلك. فلماذا ننكر عليهم إذا ألزمونا بالواقع؟ صحيح أن استدلالهم بغير محلة وأن واقعنا غير ديننا، لكن اللوم يتوجه بالدرجة الأولى إلينا. وهذه تروا يا أخوان هذه مأثورة عن واحد منهم من كبارهم، قيل إنه كان رئيس وزراء اليابان قبل حوالي 50 أو 60 سنة، ربما 80 سنة، استغفر الله، يمكن أكثر، يمكن 80 سنة وأكثر، أنه أراد أن يدخل في الإسلام، أو أراد الشعب الياباني فكر أن يعتنق دينا. فقيل له إن الأديان المشهورة في العالم ثلاثة غير البوذية التي يعرفونها والكونفوشيوسية والهندوسية، هذه وضعية، لكن أديان الكتابية قيل له الإسلام واليهودية والنصرانية. لما عرض عليهم كل دين من كتبه وجد أن اليهودية دين مغلق كما تعلمون، فاليهود لا يدعون إلى دينهم ولا يبشرون به بين الأمم، لا يدعون الناس إلى دينهم، لأن هذا دين شعب الله المختار،
فإذا دخل أحد من الأميين يصبح من الشعب المختار، لا هذا لا يليق، لا يريدون أن يرفعوا أحدا من الحمير كما يزعمون أن الله خلقهم على ألوانهم وعلى أشكال اليهود، مثلهم بشر ولهم عيون ولهم أيدي كاليهود، ليستخدمهم اليهود. يقول من فضل الله على شعبه المختار أنه جعل الأميين مثل اليهود حتى تكون خدمتهم لليهود أفضل، لو جعلهم على شكل الحيوان لما استفادوا منهم إلا كما يستفيدون من الدواب والحمير. ولا شك الآن أن فائدة الأمريكان والإنجليز وبعض من يدعي الإسلام لليهود أفضل من فائدة الحمير والخنازير والكلاب. فهم يقول لك لا، يعني هؤلاء أنفع لنا بكونهم على شكل الآدميين، فلا دين مغلق لا يدخل فيه أحد. جاء عرض النصرانية وإذا بها هي الشرك الذي يجدونه في دينهم، قال لا نريده، فعرض عليه الإسلام، فأرسل إليه وفد من المسلمين عرضوا عليه الإسلام. ومشكلاتنا دائما نحن المسلمين، يعني مما عرض أنهم عرضوا لابد من اختيار مذهب معين، ففكر يكون إيش مالكي شافعي، يعني شوف كيف ضيق النظر ضيق الأفق ضيق العقول. ومن يعني مثل الموضوع الشاهد أنه قالوا قال لهم هذا دين عظيم عجيب، هذا الدين كل ما فيه حق، يدعو إلى العمل، يدعو إلى النظافة، يدعو إلى النظام، يدعو إلى الفضيلة، إلى الحشمة، إلى الطهارة، والله هذا هو الدين. لكن قال لماذا أحوال المسلمين هكذا؟ فقالوا له لا لا تأخذ ديننا من أحوالنا، أحوالنا شيء وديننا شيء آخر. فكاد يعني أن يصدق، فقال له كما قيل له هرقل كما قيل سبحان الله لله حكمة بذلك، قالوا الدين الذي لم يطبقه أهله تريد من اليابانيين أن يطبقوه؟ فقال والله كمان نحن أيضا لا نريده. فكان ذلك سببا في إعراضهم، حكمة إعراضها الله. الشاهد أنه نوع من إيش والعياذ بالله فتنة، بل هي فتنة. ومن هنا كان دعاء عباد الله الصالحين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. واقع المسلمين اليوم فتنة للذين كفروا والمجرمين وللظالمين ولكل من خالف أمر الله، واقع المسلمين شبهة وفتنة وحجة لهم. يقول إن كان هذا الدين لم يطبقه أهله كيف نحن نطبقه؟ نعوذ بالله. فنقول مثل في مثل هذا المقام يحسن أن يعرض الداعية الإسلام من خلال هذا العرض بأن يقول أيها الناس أنت يا من تتصدق، يا من تقف الأوقاف، يا من تفعل من أجل الخير، من أجل المساكين، من أجل اليتامى، هذه فضائل جاء بها الإسلام، فإذا أسلمت يكتب الله تبارك وتعالى لك أجر الأول والآخر. ماذا تتوقعون؟ يندفع للإسلام، بخلاف ما لو قيل له لا تبدأ من اليوم وما عملته في حال الكفر لا ينفعك، فإن هذا طبعا يحس أنها أعمال طيبة، ولا شك أنها كذلك. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقر هذه، وهذه يعني الفضائل المشتركة بين بني الإنسان أصلها يا إخواني الكرام أصلها إيش؟ دعوات الرسل أصلها القديم. فكون بعض النصارى يعطفون على اليتامى وعلى المساكين وعلى الحيوان هذا من دعوة الرسل، من بقايا الحق الذي في أديانهم. فالأصل في ذلك هو الدين الواحد الذي هو دين الأنبياء جميعا وهو الإسلام، لكن تركوا منه جوانب، بقيت لديهم جوانب منها هذه الفضائل. وهذه في الحقيقة يعني يصفنا أن نقول هذا الكلام، أنه أن النصارى خاصة لديهم من البذل والإنفاق شيء عجيب جدا، وهذا الذي يجعل التنصير في جميع أنحاء العالم يكون بهذه القوة وبهذا النشاط الذي لا يكاد يصدق. يعني في قبل سنتين بلغت مجموعة التبرعات التي تبرع بها الأمريكان للأعمال الخيرية في إحصائية رسمية أكثر من 30 ألف مليون دولار، أكثرها يذهب إلى من؟ إلى الكنائس، والكنيسة تأتي بالخمور وتأتي بالفتيات وتقيم حفلات الرقص والمسابح لتدعو الشباب إلى الكنيسة. يقول حتى بدل ما يروح برا، بدل ما يفسد برا، لا نستطيع أن نأتي بهم الكنيسة إلا بهذه المغريات، فتيات على نوع معين من الجمال وإغراءات شهوانية دنيوية لجذب الشباب إلى الكنيسة، يعني لا تذهب في لا شك. وأفضل هذه المساعدات
ما يصرف للمنكوبين بالزلازل أو الفيضانات أو نحو ذلك. والحكومة الأمريكية إنما هي تتولى عادة أو الغالب أنها مجرد تتولى التوزيع والإشراف، يعني يخضع القرار السياسي، لكن هم في ذاتهم موجود عندهم النزعة والرغبة في العطاء والإنفاق. إذن هذه الرغبة الإنسانية المشتركة، هذه إذا قيل لهم إذا أسلمتم كتب لكم العمل الصالح الأول والآخر، فهي مما يحفظهم إن شاء الله ويرغبهم في دخول هذا الدين. قال وبقوله احتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه، وما كان يفعله من الخير في الجاهلية من إطعام الطعام وحصن الجوار وصلة الرحم، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظروا يا أخوان الفرق الكبير جدا بين المؤمن والكافر، مهما عملوا من أعمال، هذه الكلمة هي المعيار. مثل هذا، لأن ليس مجرد كلمة تدلك على ما وراءها. فرق بين من يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين بين من يرجو بعمله الدار الآخرة ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى وبين من يعملها لمحض الحياة الدنيا وكلام الناس. ولا شك أن الفضائل محببة إلى النفوس في الجاهلية والإسلام عند الكفار وعند المسلمين، فالذين يحسنون وينفقون ويتصدقون محبوبون عند أي أمة من الأمم. الشجاعة محببة والجرأة محببة، الإقدام، كل النفوس تحب أهل الشجاعة والإقدام مسلمين أو كافرين هكذا يعني. فمن عمل هذه الأعمال لما جبلت عليه النفس من هذا الحب ولثناء الناس، وحتى لو لم يثني عليه الناس، يعني حتى لا يفهم بعض الإخوة الكرام أن الكافر أو أن العربية في الجاهلية إنما كان يفعل ذلك مشروطا بأن يعلم به الناس، نقول لا، قد يجد الرجل أو المرأة المحتاجة منقطعة في فلات فلا يرتاح إلا بأن يحسن إليه أو إليها بما يستطيع، ولم يره أحد لم يعلم به أحد وربما لا يفتخر به. هناك شيء آخر غير قضية الناس، وهو ما يسميه الغربيون لما كفروا بالدين الضمير، وأخذنا نحن منهم أصبحنا نقول الضمير، وعندنا القضية هي قضية إيش؟ قضية وازع رباني واعظ أو وازع هذا الإيمان في قلب كل مؤمن. فلا يطمئن الإنسان الذي وفقه الله تبارك وتعالى وفطره على الخير أو وفقه لخلق قويم وهداه له، وإن لم يهده للإسلام قد يوجد من تكون فطرته سليمة فيكون لديه هذا الذي يسمونه الضمير، لا يرتاح هو نفسه، لا يرتاح إلا بأن يعمل عمل الخير ما يكلف بذلك. وقد لا يعلم الناس، قد يكون ممن يأخذ الصدقة ويعطيها في جوف الليل ولا يعلم أحد أنه أعطى، لكن ارتاح ضمير كثيرا. وهذه قضية إنسانية كما قلنا مشتركة، بعض القتلة في الغرب وفي غيره، بعض القتلة يقتل وتنتهي القضية، يؤنبه ضميره فيذهب ويسلم نفسه إلى السلطات بعد أن تكون القضية قد كتبت أنها لم يعثر له على شيء. في هناك وازع معين في النفوس، وهذا الوازع هو المدخل لهدايتها بإذن الله تعالى للإيمان. وأسرع الناس دخولا في الإسلام من هؤلاء هم الذين لديهم هذا الوازع أو بقايا الفطرة أو بقايا مما كتب الله تبارك وتعالى لهم من الخير مثل هذه الصفات. يعني لفظة محدثة الضمير، يعني نقول هي تدخل في كون النفس لوامة، نعم، وغير ذلك. على كل حال الألفاظ المحدثة، منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ دائما كقاعدة، حتى وإن لم نقل إن هذا اللفظ في ذاته حرام، لكن نقول أي لفظ أو أي مصطلح لدينا ما يغني عنه من المصطلحات الشرعية فإننا لا نعدل عن المصطلح واللفظ
الشرعي لا نعدل عنه إلى غيره. فإن قاله القائل بحسن نية ونحن نعلم أنه يقصد ويريد المعنى الحسن قلنا له بارك الله فيك، هذا المعنى حسن وطيب لكن ائت باللفظ الشرعي الدال عليه. وإن قاله بقصد معنى خبيث قلنا له المعنى باطل واللفظ خبيث باطل هكذا. فالضمير عند الغرب هو في الحقيقة بديل عن الدين، القضية قضية من لا يؤمن بالآخرة ولكنه يؤمن بالفضائل والمثل والقيم. ونحن لا نقول وليس من مما عودنا الله بل مما أمرنا الله تبارك وتعالى عليه وعودنا عليه ديننا أننا لا نظلم يا إخوان، ولذلك دائما تجدون العدل العدل في كل، لا نظلم ولا نغمط الحق حتى للكفار، يعني كونهم كفارا لا يعني أنهم ممسوخون من أي وازع أو دافع خير جميعا كلهم، لا ما نقول ذلك، نقول نعم يبقى في الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث الصحيح القدسي حديث عياض بن حمار وإني خلقت عبادي حنفاء، سلام الله عليك عليك الله عليك كرمك الله، وإني خلقت عبادي حنفاء، الله تعالى خلقهم حنفاء، وكل مولود يولد على الفطرة وعندهم من بقايا الأنبياء وعندهم يعني أمور مثل هذه فضائل خلق معين تجعل فيهم شيئا من الخير، لكن لأن هذا الخير لا ينفعهم في الآخرة هذا قطعا ما لا يناقش يعني مفروغ منه في ديننا، لكن هذه البقية مما عندهم لا نغمطهم إياها ولا ننكرها ولا نجحدها، ولكن نقول لهم إن الإسلام جاء ليكملها وليتممها، وأنكم بإيمانكم تحصلون على الأجر المتقدم إن شاء الله والمتأخر بعد الإسلام، لأنهم لا يؤمنون بالجزاء الأخروي. أرجع الأمر إلى مسألة إيش؟ الضمير، قضية الضمير فقط، مثل ما يمكن سمعت طبعا لأن جاءت وقت الأحداث والعالم كله تناقلها، يعني وزير الدفاع الفرنسي لما استقال فيعني القضية قال قضية ضمير بس، يعني ما كثر الكلام، يقول قضية ضمير. الإنسان الغربي الكلمة هذه تكفي عنده، لا أستطيع يعني لا أستطيع أن أكون وزير دفاع في هذا المرحلة ولا أستطيع أن أوجه أمر الجيش بأي شيء، هذا خروج على الأعراف وعلى القوانين وعلى ما اتفقنا عليه، فأنا لا أستطيع. فقال قضية ضمير خلاص انتهى، ولهذا يقبلون استقالته ويعذرونه، يعني على كفرهم وعلى ظلم فيهم من الخير حقيقة. نقول يعني هم يا إخوان لا شك أنهم في ظلام، الغرب يعيش في ظلام، وكما قال ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ظلمات بعضها فوق بعض، هذا اللي ضربها الله تعالى مثلا لكم، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، هكذا حالهم. لكن الفرق بينه وبينهم إيش هو؟ هؤلاء الذين صم وبكم وعمي في الظلمات جعلوا لهم أعمدة منارات، مثل ما نقول نحن الآن علامات كذا في الطريق، هذا في الظلام يمشي يمسك بهذا والثاني يمسك بهذا، يجي الثاني من وراء يمسك فيه والثالث، في حدود دنياهم فهم عايشين في الظلام وفي نهايتهم من الظلام، لكن استطاعوا في هذا الظلام أن يحققوا شيء لأنهم عندهم علامات معينة تواطوا عليها تمسكوا بها تعاونوا بها. لكن المسلمين تركوا النور الذي أعطاهم الله تعالى إياه ومشوا في الظلام متخبطين مختلفين متناقضين غير واضعين لأي شيء، فسقطوا في الحفر وهلك، هذا الفرق. فهم مع ظلامهم يتمسكون ببعض الأمور التي لا شك أنها من سنن الله تبارك وتعالى التي يبقي الله تعالى بها الأمم، لأنه لا يمكن لسنة الله أن تتخلف أبدا. ومن سنة الله سبحانه وتعالى كما ذكر في آية الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه الآية يا إخوان ليست في المؤمنين، لاحظوا هذه السنة ليست في المؤمنين، المؤمنون إذا نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة، بل حظا فقط حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغض. عقوبة هذه الأمة كالأمم السابقة من كان على الإيمان ثم نسي حظا من هذا الإيمان تلقى بينهم العداوة الفتن القتل الهرج المرج، أما الكفار
فلهم سنة أخرى، وهي أنهم إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هل هذا يدخل في باب التفضل والإنعام والإكرام؟ لا، في باب ماذا؟ الاستدراج. نعم، في باب الاستدراج والإمهال، وهو عقوبة من جهة ماذا؟ من جهة أنهم إذا كانوا في حال الشدة وفي حال البأس وجاءهم واعظ الإيمان وداعي الخير ورسول الهدى ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى فهم أقرب إلى أن يستجيبوا، لكن إذا كانوا في حال الرخاء والنعمة وفتح الأبواب يستجيبون؟ عادة ما يستجيبون. فكيف تكون عقوبة؟ عوقبوا على إعراضهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى ورفضهم للحق وكونهم لم يؤمنوا به أول مرة بأن أتاهم الرخاء والترف والنعيم الذي يسد عليهم كل المنافذ إلى الحق، ويرون أن من يدعوه من الله ويدعوه من الإيمان يريد أن يعطل هذه الحضارات ويضيع ما عندهم. ولهذا كما في الآية الأخرى فرحوا بما عندهم من العلم. إيش عندك أنت؟ قال والله نريد أن نعلمكم نعرفكم بالله ندعوك من الله. فرحوا بما عندنا العلم، كلام أفلاطون وكلام أرسطو وأبقراط وطب جالينوس، إيش نحتاج؟ نحن ما نحتاج شيء. الآن اعرض الإسلام على الغرب، الآن ماذا يقول؟ ما نحتاج. الديمقراطية عندنا موجودة، العدالة الاجتماعية متوفرة، ماذا؟ ما نحتاج شيء. الرخاء الاقتصادي، الرفاهية، إيش نحتاج؟ ما لا حاجة له. فهم الآن معاقبون. يعني هذا النعمة وهذه الحضارة عقوبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لهم. لما أعرضوا عن الإسلام عوقبوا بهذا الطرف وهذا الرخاء. لماذا؟ لأنه إذا سدت عليهم منافذ الهداية وسكروا في سكرة الشهوة، سكرة الله تعالى سماها سكرة ولا لا؟ لعمرك أيوة، في سكرتهم يعني سكرة الشهوة. ففي هذه السكرة بالدنيا والشهوة والرفاهية يأتيهم بعد ذلك عذاب الله تبارك وتعالى بغتة بغتة. تأتي السنة الربانية فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. قطع قطع الدابر الاستئصال الكامل الذي لا تبقى معه لهم من باقي، كما استوصلت الحضارة الرومانية وكما استوصلت الحضارة اليونانية من قبل وأصبحوا أشلاء، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن حضارة من حضارات العرب في هذه الجزيرة وهي حضارة قوم لا التي ذكر الله تعالى كيف مزقهم سبا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. القصد إيش؟ فجعلناهم أحاديث، كانت أمما تحكم العالم ذات حضارات ذات أمجاد لها ولها ولها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن ملكتهم وأوتيت من كل شيء فجعلناهم العاقبة إيش أصبحوا إيش؟ أحاديث. الناس في الذين فروا إلى عمان، الذين فروا إلى المغرب، أحاديث في كتب التاريخ كيف كان السبأ، كيف كان السد، كيف أصبحوا أحاديث. هكذا حال الأمم الباقية، ليس منها الآن إلا تلك البقايا الشاحدة الدالة على صدق رسول الله سبحانه وتعالى، آثار تركها خلدها الله سبحانه وتعالى وأبقاها الله تبارك وتعالى لتكون عبرة لمن يرى، يمر عليها الناس فيرونها. إذا ذهبتم إلى بلاد الشام مثلا وغيرها من بلاد التي حكمها الرومان، أغلب المدن أغلب الدول في مصر وفي ليبيا وفي الأردن وفي بلاد الشام وفي تركيا ترون آثار الحضارة الرومانية موجودة، المسارح مسارح تقول كيف؟ سبحان الله العظيم، تتعجب فعلا. يعني جبل ينحتون الجبل نحتا ليكون على شكل مدرج، مقاعد مثل الملاعب اللي ينشئها المترفون والتي تنشئها الآن الدول اللاعبة اللاهية، نفس المدرجات نفس الشكل، لكن تلك منحوتة في الجبل، نحت الجبل ينحت ليكون ملعب. وها هنا مثل هذا الخشبة هنا يضعون
للأواني، مواضع الأواني، وهي التي يشربون فيها الخمور، والمسرح أمامه. وهذه المسارح كانت للمصارعة، المصارعة الرومانية التي الآن كما ترون الناس في التلفزيون. إذا مريت ليلة المصارعة من عند الناس في المحلات ولا في البيوت، لو أظن تأخذ من جيوبهم شيء ما يدري عنك، مع أن سبحان الحي القيوم. من متى عرض عند المصارعة؟ من أول ما جاء التلفزيون، وهو ما يزال معتم أسود ما تكاد ترى منه شيء، والمصارعة موجودة. وتذاكر الناس ليلة المصارعة، الليلة مصارعة، حتى المواعيد. يعني تقول له واحد اشتراك يجي الليلة، اي طيب، لا اصبر، والله ذكرت الليلة مصارعة، خلها بعد كذا ولا قبل كذا، لأن كل الناس هكذا عيونهم. سبحان الله، هذه كان الرومانية يعني يجعلون مسارح لها. ثم كانت المصارعة بين الوحوش، ما حكمها في ديننا؟ هذه حرام. كانوا يناقرون بين الحيوان، من الديكة إلى الفيلة إلى الثيران إلى الأسود، إلى أيضا على هذه المسألة. ترف يا أخوان، ترف، لا سبحان الله، كانوا يعيشونه كما أخبر الله تعالى: أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. يعني حتى إذا قلنا الخطاب لقريش، ماذا عمرت قريش من الأرض؟ ماذا فعلت بالنسبة لأولئك الرومان واليونان وأمثالهم؟ ما فعلوا شيء. بلغ من طرف اليونان والرومان خاصة، لأن مستعمراتهم كانت كبيرة واسعة، أنهم كانوا من عاداتهم السيئة الدالة على طرفهم، كانوا يؤتون بأطايب الطعام. يعني المصريون والسوريون وغيرهم من الشعوب تكدح وتجمع أطايب الطعام والفاكهة، تجمع للشعب المستعمر الجنس الأبيض الروماني. يعني مثل حال البشرية اليوم بالنسبة للغرب يا أخوان. يعني القضية تتغير يعني شكليات، لكن هناك حقائق تظل واحدة. الآن أكثر العالم يكدح لأمريكا، حتى أن الأراضي التي بعض المزروعات لو زرعت في الأرض الأمريكية 10 سنوات تخرب الأرض، تفسد الأرض، فيزرعونها في أراضي بعض الدول الإفريقية والآسيوية. الشركات تزرعها هنا، فإذا فسدت الأرض تكون أرضا غير أمريكية. ونفس القضية من قديم، فتجمع طائب الطعام وألوانه وأفاضله، تجمع لهم، وهم يشاهدون التمثيليات ويشاهدون المصارعة في المسارح، فيأكلون ويشربون الخمر. ثم تأتي ألوان جديدة من الطعام فلا يجدون لها مسلكا، انتهت المعدة، فيتقيؤون الطعام الأول ليأكلوا الطعام الجديد، نسأل الله العافية. وهكذا حتى تستمر شهوة الطعام وشهوة الفرجة والنظر والتنزه والتمتع. هكذا بلغ بهم الترف. ثم لما جاءتهم العقوبة وجاءهم أمر الله سبحانه وتعالى، أصبحوا كما ذكر الله ما أحادي، فجعلناهم أحادي. يعني من أعجب الأمثلة في هذا قرطاجنة، المدينة تقع فين؟ في تونس. أيوة، عجيبة جدا. يعني هذه من الحاجات اللي لو أن الناس يعني يعتبرون لكانت على الأقل، إذا كان لابد من عرض أشياء سياحية أو مناظر غريبة في التلفزيون أو شيء من هذا، أن ترض يعني تعرض مثل هذه المدينة. ترى العجب العجاب، بنيت بشكل هندسي وفي موقع على البحر، بحيث لم يستطع أي فاتح أن يغامر باحتلالها أبدا. وكان الرومان فيها حامية معينة، لكنها تعيش في منتهى الترف والفسق والفجور، وهي مطمئنة لا يمكن للعدو أن ينالها. يعني بطريقة هندسية، بطريقة حديد وسلاسل ومعابر، فالعدو يمكن أن يقاوم بأكثر من ما نسميه نحن اليوم خطوط دفاعية كثيرة جدا، بحيث لا يستطيع العدو أن يصل إليها. من الذي افتتحها؟ المسلمون، عقبة بن نافع ومن معه، فتحها الله تعالى على أيديهم. فكانت أقول العقوبات التي نالت هؤلاء القوم عقوبات من عند الله سبحانه وتعالى، عقوبات كونية، كما حصل في بومبي التي المدينة التي في إيطاليا التي انفجر البركان بها وما يزال إلى الآن، ويزورونه ولكن لا يعتبرون لا يتعظون. وكما حصل من العقوبات القدرية التي صلى بالتسليط، تسليط أولياء الله تعالى، كما حدث من تسليط المؤمنين في اليرموك وكذلك في تونس وفي غيره، سلط الله تبارك وتعالى
جيوش الإيمان فأبادوا خضراء هذه الأمم وأورثهم الله تبارك وتعالى ذلك النعيم. وخرجت القبائل التي كانت تعيش في هذه الصحراء القاحلة المجدبة وورثت تلك الأمجاد، ورثت تلك الأرض بحضارتها بطرقها، الطرق الرومانية الشهيرة كانت تربط بين أجزاء أوروبا إلى تركيا إلى بلاد الشام إلى مصر إلى شمال إفريقيا، ورثوا كل هذه الأمور واستخدموا هذه الطرق الفتوحات. وبلغ من ذكاء المسلمين واستيعابهم لهذه القضية التي يسمونها الحضارة، كيف نستوعب الحضارة، إيش نستوعب الحضارة؟ يبتعث الشاب من عندنا من هنا بالثانوية العامة يبقى 4 سنوات في أمريكا يجيك أفضل من أي مهندس أمريكي والحمد لله، ما في مشكلة اسمها استيعاب الحضارة، نحن ضخمنا الحضارة، هي ما في مشكلة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعدهم من الفاتحين الذين كانوا في هذه الجزيرة لا يركبون البحار، أخوف شيء كان عند العرب البحر إلا في الضرورة، ويخافون ولا يتاجرون في البحر. ومع ذلك لما فتحوا الأندلس قالوا نأتي من ها هنا، يعملون حركة التفاف، أكبر حركة التفاف عسكرية، بأن يلتفوا من جنوب فرنسا ويدخلوا إلى شمال إيطاليا أو إلى بلاد النمسا وسويسرا إلى بلاد البلغار إلى بلاد البلقان واليونان إلى أن يدخلوا إلى أن يصلوا إلى القسطنطينية ثم يرجعوا إلى تركيا. شوف كيف الدورة الكبيرة جدا هذه، استوعبوا المعلومات الجغرافية والعسكرية وكل شيء حضاري، استطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى بما آتاهم الله من الإيمان أنهم يكونوا كذلك، لأنهم جند الله وليسوا جند أحد من البشر كائنا من كان. فالمقصود أن العبد إذا نرجع إلى موضوعنا أن الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بجوده وكرمه ومنه فيكتب له ما كان قد أتى أو سبق وقد قدم من الحسنات الماضية، ويكتب كذلك له الحسنات اللاحقة. وكان بعد ذلك القصاص، يعني ابتداء من هنا يكون القصاص. فتكفير السيئات الماضية أيضا لا ينفي، إذن تكفير السيئات كما الذي نص عليه الحديث يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، لا ينفي بإذن الله أن يكون الله تعالى يكتب له أيضا الحسنات التي قدمها، فضل الله تعالى واسع. لكن ابتداء من هنا يكون القصاص أي المجازاة، إما يعني على الخير قال إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه. هذا فيما يتعلق بموضوع الكافر إذا تاب أو أسلم. إذن نرجع إلى موضوع التوبة عموما، كما وعدناكم بذكر شيء مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في لطائف أسرار التوبة، وهذا في الجزء الأول صفحة 204. والتوبة كما تعلمون وفقني الله وإياكم إليها دائما وأبدا. نعم بعدين إن شاء الله. نعم توبة القاتل إن شاء الله أيضا مما سنتعرض له والكلام فيه، لأن هذا استثناء، هل تقبل وما تقبل. نحن الآن نقرر الحقائق العامة والأساسية، وهذه في مقام التزكية الإيمانية مهمة جدا، يعني أنا أحتاجها وأنت تحتاجها يا أخي، كل مؤمن يحتاج أن يفقه هذه المعاني وهذا الفقه الإيماني الذي لا بد منه. ليس الفقه مجرد حشو وحفظ للمسائل، وإنما حقيقة الفقه أو حقيقة العلم المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبحقه عليك، ولذلك لأن ذلك لا يكون إلا بعلم المسائل وجب علي أن نتعلم المسائل، لا لتتعلم المسائل في ذاتها ولذاتها. فيقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على كلام صاحب المنازل، لا بأس نقرأ كلام صاحب المنازل أيضا، يقول لطائف أسرار التوبة 3 أشياء، هذا كلام الهروي. أولها أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين، أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته.
الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. كلام نفيس لكن فيه شيء من الغموض. ابن القيم رحمه الله يفصل ويزيده جواهر ودرر عظيمة جدا. يقول: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. خمسة أمور. أنا ودي أنكم إن شاء الله ترجعوا الكتاب وتدوروا. أنا ما أدري هل هو لأن الوقت كان ضيق وإلا أنا ما لقيت إلا أربعة. إن شاء الله ربنا تعالى يفتح عليكم فين الخامس. من طبعا طول الكلام أنا أقول لكم فين الرابع إن شاء الله ولعلكم تجدون الخامس وتذكرون إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. ما كان عندي وقت الحقيقة أني أستفصل لكن لعلنا وقد لا نستطيع الليلة الناتية على الأربعة يعني نؤجل الدين جميعا علينا جميعا علي وعليكم. يقول هذا 204 ذكر ثلاثة أذكركم. طيب في 204 ذكر ثلاثة واستمر فيها والرابع ذكره في موضع بعيد لأنه دخل أيوة النظر الرابع 222. بعدين بعد ما تنتهي العقبات يعقد فصلا جديدا ما وجدت أنا الخامس إنما قال اللطيفة الثالثة. هل هو فيما بعد؟ الله أعلم. إن شاء الله تراجعون ويفتح الله عليكم إن شاء الله وتفيدون. المقصود نرجع إلى الموجود الآن. صاحب البصيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم أن يكون لدينا بصيرة. وأعظم البصيرة يا إخوان ما كان في معرفة ذنوبنا وعيوبنا. دائما عيوب الناس وذنوب الناس لا تضرك إلا بحالة واحدة، إذا لم تأمرهم بالمعروف تنهم عن المنكر، أما إذا أمرت ونهيت بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لكن ذنوبك وعيوبك هي الضرر، ومن هذه الذنوب التقصير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طبعا إذا النظر العبد أول ما ينظر وأهم ما ينظر إلى ماذا؟ إلى عيبه هو وإلى ذنبه هو. من آتاه الله البصيرة وإذا صدرت منه خطيئة وكل بني آدم خطاء وكلنا خطاؤون فلينظر إلى هذه الأمور. أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. أول ما تنظر إلى أنك تقول أليس الله قد أمرني بأن أفعل ولم أفعل، أولم ينهني الله تعالى عن هذا ولم أنته، إذن أنا مذنب أنا مجرم أنا مخطئ. إذن هذا أول الطريق، ولذلك تجد هذا لأنه أول الطريق الذي لا يعترف به لا يهتدي أبدا والعياذ بالله. إنه أول طريق الهداية الذي يقول له ما أذنبت ما أخطئت. إن قالها على سبيل الاستحلال هذا كافر مستحلا لما حرم الله هذا كفر والعياذ بالله، وإن قالها على سبيل العناد فهو أيضا بين الأمرين، بين أن يعاند الله ويستكبر على دينه وبين أن يستحل ما حرم الله وكلاهما مصيبة عظمى. إذن أول مراحل أول خطوة في طريق التوبة أن تنظر إلى أنني خالفت أمر الله بترك ما أمر أو خالفت نهي الله بارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عن. هذا أول ما تنظر إليه. ثانيا أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. بعدين يقول طيب هذا الذنب ما عقوبته؟ النار. أعوذ بالله. ها ما في عقوبة غير النار؟ لا النار، والنار هي أمرها هين نسأل الله العفو والعافية. فتبدأ تستعرض في ذهنك هذه العقوبة. وكثيرا من الناس إنما أتي لاستهانته بالوعيد، يقول نعم هذا ذنب، يعني الخطوة الأولى موجودة عند كثير من الناس، والله هذا ذنب، نعم أذنبت، لكن إيش عقوبته؟ لا لا بسيط ما في مشكلة، يعني لا ينظر للوعيد، يستهين بالوعيد، ويظن أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ وقد أدخل في الشفاعة وقد يغفر الله لي وقد وفق للتوبة قبل الموت فيسوف ويماطل مع إقراره، فلا ينفعه الإقرار إلا بالنظر للوعيد. فإذا نظر للوعيد وتأمل ما هذا الوعيد يا عبد الله؟ ما هذا الوعيد؟ النار؟ وما صفة النار؟ وما حال النار؟ وما حال أهلها؟ وهل تقوى هذه الأبدان على تحمل النار؟ سبحان الله، لو فكر العبد في شهوة يعني أكثر ما يتسابق الناس فيه من الشهوات
يعني شهوة النساء، شهوة الزنا والعياذ بالله. يعني انظروا كيف هذا سبب في 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 دمار عظيم جدا للإيمان، لإيمان كثير من الناس. ما هذه الشهوة؟ ما قيمتها؟ ما قيمتها في ميزان العقوبة؟ لو قيل لرجل من الناس ازني 50 سنة، يعني لو أردت من شئت من شاء في اليوم ومن شاء في اليوم 50 سنة، وهذا طبعا لا يستطيعونها، خاصة الحرام. الإنسان بالحلال قد يعاشر أكثر من ذلك، يبلغ الرجل 90 أو 80 ويستطيع أن يتزوج أو يأتي أهله، سبحان الله، من حلال. لكن الزنا سبحان الله، واسألوا من هداه الله أو من تعلمون، الزنا يمحق الله تعالى به حتى هذه الشهوة، تمحق حتى الطاقة الجسدية تمحق. لكن المقصود افرض 50 سنة زنا، وبعدين 50 سنة سجن، السجن بس. العاقل يفعلها؟ والله ما يفعلها. طب أكثر من ذلك نقول له لا، ما هو سجن عادي، عندنا فرن، نحطك في الفرن 50 سنة وانت بالحساب. تبغى تزني 10 سنين حطك في الفرن 10 سنين. أعوذ بالله، يقول لك والله ولا لحظة في الفرن. كيف؟ حتى لو زنا 50 سنة وحطناه في الفرن يوم لحظة، والله ما يقدر. لا لا ما أبغى، القضية ما هي قضية فرن يعني، ولا هي نار الدنيا، لأنه غمست 70 مرة حتى صارت نار الدنيا، ما هي كذا، أعظم من ذلك. والقضية ما هي 50 سنة، الله أعلم، أحقاب طويلة لا ندري كم. وإن كان الإنسان مستحلا وجاحدا ومنكرا فهذا أبد الآبدين، وهو خالد مخلد في النار. الذي لديه بصيرة يزني، بالله عليكم يزني من عنده بصيرة، يفعل فاحشة اللواط، يغتاب إخوانه المسلمين، يأكل حقوق الضعفاء، يظلم العمال، لا يمكن. لأن لو تفكر في العقوبة، نظر في الوعيد والعقوبة، لقال والله لو كانت العقوبة على هذه الأعمال في الدنيا ويوم واحد في فرن، والله ما أستطيع. إذن كيف في الآخرة وفي النار المحماة وفي آمات الموقف؟ فقط الموقف كم وقفة القيامة؟ كم؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة هذا الوقوف، حرارة يوم القيامة لو لم يعاقب الإنسان إلا بها، تدنو الشمس، يدنيها الله تبارك وتعالى من الناس على رؤوس الخلائق قدر ميل، قال لا أدري الميل، يعني الميل المعروف أم ميل المكحلة، ما ندري. فمن الناس من يلجمه العرق الجامن، منهم من يبلغ إلى منكبيه، منهم من يبلغ إلى ثدييه، منهم من يبلغ إلى حقويه، عرقه يصبح بهذه. وكم ما الله تعالى به عليم. لو لم يكن من عقوبة إلا هذا، لا لا يمكن لمن آمن بهذا أن يقدم على معصية الله سبحانه وتعالى. طيب فعل ذلك؟ نعم نقول فعل، فليتذكر أولا أنه فعل وخالف أمر الله، وليتذكر ثانيا وعيد الله هذا. ثالثا، الثالث، هذه بدأنا ندخل في قضايا لا يفطن لها إلا من وفقه الله، قلة ممن أعطاهم الله تعالى فقها وعلما به، هذه ليس كل أحد ينالها مثل هذه الدرجة الثالثة. ثم الرابعة كما سنرى، يقول أن ينظر إلى تمكين الله له منها، عجيب. كيف؟ يعني ينظر الله تعالى مكنني أنني أظلم هذا المسلم، طيب مثلا، وتخليته بينها وبينه، خلى الله تعالى بينه بين العبد وبين هذا الذنب، وتقديره عليه، وينظر يعني إلى تقدير الله له عليه هذا الذنب، وأنه لو شاء لعصمه، ألم يعصم غيره من الوقوع في هذا الذنب؟ عصم غيري، هكذا العبد المؤمن يقول عصم غيري، فأنا لا، أنا خلى بيني وبين نفسي، وقدر علي ذلك، وأوقعني أو وقعت فيه، إذن يحدث له ذلك إيش؟ كل شيء له ثمرة، لاحظوا ثمرة هذا، يحدث له ذلك نوعا من المعرفة بأسماء الله وصفاته، هذه معرفة عظيمة جدا، أن يعرف أسماء الله وصفات الله وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وكذلك بره وإلى غير ذلك من الصفات. يعني تعرف ربك من خلال هذا الذنب، تعرف ربك، تعرف الله سبحانه وتعالى، وتعرف جوده وفضله وكرمه.
من الذي حال بين العبد وبين قلبه؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي جعله مريدا شائئا لما شاء منه العز الحكيم؟ ومن الذي يقول كلام نفيس يقول إذ لا يقدر على ذلك إلا الله؟ وغاية المخلوق لو أراد مخلوق أن يتحكم فيك وأن يستعبدك وأن يفعل بك ما يشاء من العقوبة، غاية ذلك أن يتصرف في بدنك وظاهرك. أما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على ذلك. ثم يعلم أن الكمال كمال أن الحمد لله، وأن الفضل بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى لما قدر عليه هذه المعصية فله في ذلك الحكمة البالغة، وأن يرى أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم وأن الله سبحانه وتعالى يعني قد قضاه وقدره عليه كان ذلك إيمانا منه بحكمة الله. يعني يا أخوان، القضاء والقدر يفترق الناس مفرقين طريقين عظيمين في هذه المسألة. ذنب وقع، المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا فاحتجوا بالقدر على الذنوب، لا، المؤمنون يقول نعم لو شاء الله ما أشركت. إذن لماذا أشركت؟ لماذا قدر الله علي؟ لماذا شاء الله أن أذنب أو أفعل ما فعلت؟ إذن خلى بيني وبين نفسي، حال بيني وبين قلبي، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حال بيني وبين قلبي، سلط علي عدوي وعدوه إبليس ففعلت ما فعلت. هذه المشيئة إذن لله تعالى حكمة في ذلك عظيمة. إذن أنا يجب أن أصلح نفسي وأصلح حالي وأعرف ربي وأعرف من أين ألتجئ إلى الله. ربما يكون الإنسان في حال الطاعة لم يفكر من أي طريق آتي إلى ربي، أنه يرى أنه في حال الطاعة فهو في طريقه إلى الله، فلما أظلمت عليه الطرق وعلم أنه قد وقع في المعصية الآن يهتدي إلى أقرب الطرق إلى الله عن حقيقة وعن يقين. الآن يحتاج، أولا ما كان يرى أنه محتاج، مع أنه محتاج إلى الله في كل لحظة وفي كل صغيرة وفي كل كبيرة. فإذا ينظر إلى أن الأسماء الحسنى تقتضي آثارها، فاسم الله تعالى السميع والبصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الله الرزاق يقتضي مرزوقا، اسم الله الرحيم يقتضي مرحوما، طيب اسم الله تعالى التواب يقتضي عبدا تائبا، اسم الله الحليم يقتضي عبدا مذنبا ويحلم الله تبارك وتعالى عنه. إذا دخل في باب عظيم من أبواب معرفة الله عن طريق تبصره وتأمله في خطيئته ومحاولته أن يتوب منها. يقول وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وأنت إذا فرضت الحيوان يعني الكائن الحي بجملته معدوما، افرض أنه ما في أحياء في الدنيا، قال فمن يرزق الرازق سبحانه، يرزق من؟ قال وإذا فرضت المعصية والخطيئة الذنوب والخطايا، إذا فرضت أنها منتفية من العالم فلمن يغفر الله وعمن يغفر وعمن يعفو؟ لا بد من هذا. إذن هذه لها ثمرات ولها فوائد عظيمة جدا. قال وعلى من يتوب ويحلم. وإذا فرضت الفاقات يعني الحاجات الجوع وما أشبهه كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، كل الناس أغنياء، كل الناس معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ لماذا يتضرع الناس ويسألون ويبتهلون إذا ألمت بهم الملمات واشتدت عليهم الحاجات والفاقات لجوا إلى الله؟ إذن هذه الطرق من أين تأتي؟ من تلك المصائب ومن تلك الحاجات. يقول فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، تعرف عليهم في الرخاء، تعرف عليهم بالشدة، تعرف عليهم بالمرض، تعرف عليهم بالراحة، تعرف عليهم بالغنى بالفقر بكل شيء.
وفتح لهم ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات. فأنت يا عبد الله في أي موقع لك طريق إلى الله، انظروا حكمة الله، في أي موقع، أنا في بيت الله في طاعة من الطاعات، إذن أنا في طريق إلى الله وهو طريق الذاكرين المطيعين، أنا في طريق إلى الله. طيب أفاق العبد المؤمن تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكر أبصر وإذا به في خمار، في مرقص والعياذ بالله، في مكان ربا يكتب الربا ويعمل يشتغل فيه، في مكان فساد، أفاق وهو في هذا المكان. أيضا عندك طريق إلى الله، ما تنقطع الطرق إلى الله، وهو طريق ماذا؟ التوبة والإنابة. فسبحان الله فتح الله لنا هذه الطرق أينما كنا محتاجون إليه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، من أين لنا إلا هدايته؟ يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن أينما كنا كلنا ضال، كلنا جائع، كلنا عار، كلنا بحاجة إلى المغفرة، والطرق كلها، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى إلى الله. ومن رحمته وكمال فضله وإنعامه فتح لنا الطرق. حدد موقعك أينما كنت لك طريق إلى الله سبحانه وتعالى، حتى طرق الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاك واحد قال أنا أبغى أتوب، طيب إيش عندك؟ والله أنا عندي مؤسسة وعندي شركة وعندي رأس مال، الحمد لله عندك طريق، ها جيب العمال المسلمين الطيبين، تصدق، أنفق، أعدل بين من لديك من العمال، أفعل أفعل أفعل، إذن عنده طرق موجودة. جاك واحد تبت إلى الله، إيش عندك؟ والله ما عندي ولا شيء، لكن الحمد لله شاب نشيط، تعال إذا أنت تصلح فيه دعوة إلى الله، في جهاد، في أمر معروف، في نهي عن منكر، وهكذا. إذن أينما كنت أيها العبد فلك طريق إلى الله. من الذي يقطع الطرق يا إخوان إلى الله؟ لاحظوا هذا خطر عظيم، وإن كان ليس هذا مقام القطع الآن. الذين يقطعون الطرق إلى الله شياطين الجن والإنس، شياطين الجن، لأنهم يقولون الشيطان وأتباعه لا لا تتوب، انتظر، اصبر، غيرك كثير، في ناس يقولوا حلال مشيها كذا كذا كذا، لو كانت حرام ما جابوها، لو كانت كذا ما يجيب يجيب، هذا قاطع الطريق، يقطع الطريق. وشياطين الإنس لأنهم أيضا أخبر، ومن أعظم شياطين الإنس الذين يقطعون الطرق إلى الله الذين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد علماء السوء. الربا حلال، الغنى حلال، زي ما سمعت وشفت المفتي الشجاع وأمثاله، ما هي شجاعة، جرأة على الله عز وجل. الناس تبغى تتوب من, 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 من وحل الفن والتمثيل أو ما يسمون هذا الوحل، خلاص. طيب فأتوقف، نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. الملك سعود بعنوان الدين اتباع الابتداع، والإعلانات موجودة هنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ إن شاء الله بما له علاقة بالدرس كالعادة، ثم ننتقل إلى قضايا العقيدة الأخرى. يقول الأخ جيد الحمد لله، يقول الأخ إن كتاب التوبة من منازل السائرين إلى رب العالمين، قام باستخراجها وتحقيقها صابر البطاوي في كتاب مستقل موجود في المكتبات. أنا كنت قلت لو أن هذا يعني موضوع التوبة يخرج ويفرد لكان كتابا مستقلا. الأخ وفقه الله ووفقكم جميعا قال إنه موجود كتاب مستقل، إذن بقي أن نرى الكتاب، فلعلنا إن شاء الله ما دام موجود في المكتبات نراه إن شاء الله تعالى.
طيب، يقول الأخ هل إذا أسلم الكافر وقد قتل هل يسلم نفسه؟ وما معنى الضمير؟ يعني كما يبدو من السؤال أنه إذا كان الإنسان في حال كفره قاتلا ثم أسلم فهل يسلم نفسه للحكومة التي تقيم عليه الحد العقوبة أو تقيم عليه العقوبة؟ كما الظاهر أنه في بيئة كافرة، يعني قاتل كافر ثم أسلم، فالظاهر أنه لا يجب عليه ذلك، والأصل أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه كل تلك السيئات، وأنه لو أسلم نفسه إلى الكفار لقتلوه لا لقتله ولكن لإيمانه، فلو قلنا ذلك لكان في ذلك قفل لباب التوبة والإسلام، يصبح المسلم أو الإنسان يخشى أن يسلم، وإذا قيل له إن من لوازم إسلامك أن تسلم نفسك إلى حكومتك وتخبرها بأنك قتلت لكان ذلك مانعا من أن يسلم كثير من الناس، إذ ليس لدى كل واحد منهم هذا الشعور كما قال الأخ الذي هو الضمير أو معنى الضمير. فعلى الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأنه لا يسلم نفسه إلى حكومة كافرة لا تحكم فيه بشرع الله. هل من توضيح حول اتهام التوبة ومتى يكون محمودا ومتى يكون مكروها إذا صح التقسيم؟ ما أدري قصد الأخ اتهام التوبة ومتى يكون محمودا، إن كان قصده أن الإنسان إذا تاب يتهم نفسه، لعلنا إن شاء الله نأتي على هذا بكلام ابن القيم رحمه الله عند قول الشيخ التوبة من التوبة. نعم، الإنسان يتهم عمله كله، حتى لو صليت فإنك تنظر إلى نفسك بنظر التهمة والنقص، وأنني لم أعبد ربي حق عبادته ولم أصلي كما ينبغي لي أن أصلي لله سبحانه وتعالى، أو حججت أو صمت، فالخطأ والتقصير موجود والعبد متلبس به حتى في حال طاعته، ومن تلك الطاعات التوبة، ولهذا شرع لنا الاستغفار بعد الطاعات كما هو مشروع بعد المعاصي. نعم، فإذا قضينا صلاتنا نستغفر الله ثلاثا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحكم في ذلك أننا ما صلينا كما يريد الله عز وجل ولا عبدناه حق عبادته، وكذلك في الحج وكذلك بعد الصيام وغيره، فنحن إذن نحتاج أن نستغفر الله دائما وأن نتهم توبة، لكن لا يصل بنا الأمر إلى أن كما يقول الصوفية تستغفر من الاستغفار وتتوب من التوبة ثم تتوب من توبتك من التوبة ثم إلى ما لا نهاية، يسترسل بك الشيطان فتدخل في دائرة سوء الظن بالله. لا، الله سبحانه وتعالى أحلم وأكرم وأكثر جودا وعطاء من أن يأتيه العبد يطرق بابه فيرده، لا يرده أبدا. نعم، قد لا ينوله النوال الكامل، قد لا يعطيه عطاء المقربين، لكن أن يرده مطلقا لا. لكن عليك أن تتأكد أنك فعلا عدت إلى الله وفعلا طرقت بابه، يعني أن نأتي بشرائط التوبة، وهذه إن شاء الله لها موضع من الحديث، من جملتها ما تعرضنا له اليوم، النظر إلى الأمر والنهي والنظر إلى الوعد والوعيد والنظر إلى الأسماء والصفات وما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. يقول الأخ وإذا كانت التوبة خالصة لذي الجلال ولكن شاركها شيء من الخوف على الحال فما حكمها؟ هذه توبة حسنة، أن يكون خالصة لذي الجلال هذا هو الواجب، توبوا إلى الله توبة نصوحة، وإذا شاركها الخوف فالخوف لا بد منه في كل عمل، أن نخاف من الرياء ومن النفاق، لأن النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، فالخوف ملازم لنا في جميع الحالات، فهذه إن شاء الله حالة حسنة.
بالمناسبة نعم، لأن كثيرا احنا ننسى، ومع الأسف والله ليس إهمالا لأي أحد يا أخوان أو سؤال أو مشكلة، لكن تتكاثر فننسى ونعرض هنا القليل ويذهب الكثير. المغني هذا ماذا جرى له؟ اسمه هو الفنان التشكيلي، ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ لأنني سافرت ما أدري هل فعلا حصل المنكر ولا ما حدث. من عنده خبر؟ اللي في السوق. أيوة، فين اللي عنده خبر؟ حدث ولا ما حدث؟ ولا ما في خبر؟ خلاص ما جاء. أيوة ما جاء، الحمد لله، كفى الله المؤمنين الإنكار. طيب هذا من فضل الله. أيوة طيب، أوه ميليشيات، سبحان الله. هل إذا كان الإنسان كافرا وكان يساعد المساكين والفقراء وكل الأفعال الخيرية ثم أسلم، هل عمله هذا يؤجر عليه يوم القيامة؟ يعني كما قلنا الحديث نص على أن الله تعالى يكفر عنه السيئات، ولا مانع من أنه يكتب له أيضا الحسنات بإذن الله تعالى. فهذا تقدم في الدرس، ولعل الأخ كتب السؤال قبل أن نكمل الكلام. طيب يقول الأخ، هل لابد للكافر أن يحسن إسلامه حتى يصح منه هذا الإسلام؟ ما رأيكم في هذا؟ حتى يصح الإسلام؟ لا ليس شرطا، يعني الله تعالى يقبل الإسلام وإن لم يكن على درجة الإحسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالله تعالى يقبل منهم الإسلام، لكن حسن إسلامه هذا شرط في تكفير السيئات، فهو درجة عليا وهو الذي ينبغي أن نحث الناس وندعوهم إليه. ويقول أخوة، ما قولك في قصة الغلام اليهودي الذي ليس هناك دليل على حسن إسلامه بل نطق بالشهادتين فقط ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار؟ ما نقدر نقول ما في دليل على حسن إسلامه. لماذا؟ حقيقة حسن الإسلام هي القلب، ما وقر في القلب وليس مجرد اللفظ. نعم يستطيع الأخ أن يقول ما تمكن من العمل، نقول ما تمكن، يعني ما عمل أعمال الإيمان، نقول نعم لكن ما تمكن، نطق بها ثم توفاه الله، لكن ما قام بقلبه من حقائق الإيمان التي جعلته في تلك اللحظة يتخلى عن كفره ويصدق ويقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعادة الناس، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حاول وجادله النبي صلى الله عليه وسلم، حاوره ليقولها ما قالها. إذن ليست بالأمر الهين أن يقولها الإنسان في ذلك الموقف إلا من قام بقلبه من حقائق الإيمان الشيء الكثير إن شاء الله. ومع ذلك فما أظن ورد في الحديث أنه حسن إسلامه، لكن نقول إن شاء الله أن إسلامه كان حسنا من جهة عمل القلب إذ هو الأصل والأساس، لكن كونه لم يوصف بحسن الإسلام لأنه لم يعمل بعد ذلك أعمالا تدل عليه. وعندما يعبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو التابعون يقولوا أسلم وحسن إسلامه أو كتاب السيرة، لأنهم ينظرون إلى واقع حاله بعد إسلامي. فمن الناس من يسلم ولكن يظل في غيه وفي معاصيه وفجوره، ولكن منهم من يسلم ويحسن إسلامه ولا يشبه نفاق ولا مرض قلب ولا هوى. يعني طيب لك الحرية أن تجيب اليوم أو غدا، خليها اليوم. ما هو الفرق بين حسن الظن بالله وعدم المبالاة بالدين مثلا أظن والاستهتار به واستهانته؟ الفرق كبير يا أخوان، كما ذكرنا لكم في قبل فترة في أول هذه الموضوعات، كما قال الحسن البصري رحمه الله، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقلنا القاعدة بهذا واضحة يعلمها الناس بالبديهة. أنت إذا كنت تعمل عند إنسان أجير موظف أو أجير عند إنسان وتجتهد وتخلص في العمل، قال لك واحد ليش؟ لماذا هذا الاجتهاد؟ لماذا إحسان العمل؟ تقول هذا إنسان أنا واثق من وفائه معي ومن صدقه ويعطيني ويعني يمن علي ويكرمني فتجتهد. حسن ظنك به جعلك ماذا؟ تحسن العمل. هذه قاعدة معروفة. ولكن لو أنك أجير عند إنسان لا يعطي أجيره أو عامله إلا أبخس الحظ،
ولا يفي بحقه ولا كذا ولا فيه من الأخلاق ما يستحق الخير، ماذا يفعل الإنسان؟ يسيء العمل. إذن هذه من تلبيسات الشيطان، يقول لك يسيء العمل يقول أنا أحسن الظن بالله، لا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فالفرق هو بالنسبة للعمل، من كان عمله حسنا فظنه فعلا ظن حسن حقيقة، أما الذي يفعل القبائح والذنوب وارتكب الكبائر والمعاصي ويقول أنا حسن الظن بالله، فهذا في حقيقته غير مبال بالله، بل هو مستهتر ومستهيب بالله وبأمره ونهيه. يقول أخ: كيف نجمع بين قبول عمل الخير من الكافر إذا أسلم ونعلم أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه؟ هذا ذكر الإشكال وذكر الجواب، وهو أن ذلك منه تعالى على سبيل الإفضال، على سبيل التفضل، وليس لأن ذلك العمل كان مقبولا عندما عمله، لكن عندما أخلص فيما بقي جازاه الله تبارك وتعالى بقبول ما عمله من قبل ولم يكن يعمله لوجه الله لكنه كان خيرا. يقول الأخ: أليس الزاني الكافر في بلاد الإسلام في حال تلبسه بالزنا وتوفر شروط إقامة الحد يقام عليه الحد؟ وإن كان الجواب بنعم فكيف نجمع بينه وبين أن الكافر غير المسلم لا يؤاخذ في الدنيا؟ لا يا شيخ، نحن نتكلم عن التائب، افهموا بارك الله فيكم، أحيانا يقع اللبس فيقع الخطأ. الكلام الكافر إذا تاب، كافر تاب وعلمنا أنه كان يزني نقيم عليه الحد؟ لا، هذا المقصود، أن المؤاخذة تسقط في الدنيا، عقوبة الدنيا، فالكلام في من تاب. أما القضية هذه قضية يعني الكافر إذا زنى في بلاد الإسلام في ظل الحكم الإسلامي يقام عليه الحد ولا ما يقام، فقد سبقت معنا بالتفصيل في موضوع آيات المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا هنالك كما تعلمون سبب نزولها الصحيح والأرجح لسبب النزول هو قصة من؟ قصة إيش؟ أيوة، اليهوديين اللذين زنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كان الكافر مقيما في بلاد الإسلام أيا كان نوع الإقامة لكن يجب أن يخضع لحكم الإسلام، فإذا زنى وجب عليه أن يقام عليه الحد لو كان الرجل. ومن تقصير المسلمين واستهانتهم وهوانهم على الله واستهانتهم بدين الله أنهم لا يقيمون الحدود على الكفار، ولا سيما الرجم. الرجم هذا لو رجم إنسان غربي في إحدى بلاد الإسلام تظلت الصحافة الغربية تتحدث عن هذا شهورا أو سنين، لا نبالي بالخلق، ما يهمنا ذلك. الزنا الذي يرونه هم عشقا وحبا وهوى ويستبيحونه وكأنه كما يشربون الماء، نحن في ديننا هذه عقوبته لم تنسخ، وما كان لأحد أن يغير حكم الله. فإذا قبض على زانيين أيا كانت جنسيتهما أو كانت إقامتهما، فالواجب أن يقام عليهما حد الزنا ولو كان الرجل، يعني إذا كانا محصنين وتوفر فيهما طبعا الشروط، الكلام كله بمن تتوفر فيه الشروط، فإنه يقام عليهما الحد ولا يجوز أن يسقط عنهما بأي حال من الأحوال. سقوط الحد بما يسمى الحصانات الدبلوماسية هذا ليس من شرع الله ولا من دين الله، ولا حصانة لأحد أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في حصانة، حصانة دبلوماسية يجيب الشنطة يدخل فيها ما يشاء من مخدرات ومن أفلام، حصانة دبلوماسية يزني كما يشاء ويسكر كما يشاء ويعبد كما يشاء في بلاد الإسلام، لا. فإن قالوا هذه معاملة بالمثل قلنا نعم لكم المعاملة بالمثل. إذا أرسلنا سفير وزنى استه، إحنا نبغى يزني؟ أرسلنا عشان يزني ولا يشرب الخمر؟ نعم، هناك أمور يمكن المعاملة فيها بالمثل، ولكن حدود الله سبحانه وتعالى يجب أن تقام. فمجرد أنه أجنبي أو مجرد أنه سفير أو مجرد أنه عنده حصانة، والحصانات ما هي محصورة على السفراء مع الأسف، الحصانة أصبحت حتى بعض الشركات بعض المؤسسات شملت قطاعات كثيرة جدا، حتى أصبح الإنسان يقول إذن على من تقام؟
حدود الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في الأسبوع القادم إن شاء الله. لا بعد الأذان وبكرة محاضرة غلق الحجار مرة واحدة. السلام عليكم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9890. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.